مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء صيفية، وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان ل 29 درجة مئوية. هاي الليلة رح تكون الأجواء ضبابية ومائلة للبرودة، رح تسجل درجات الحرارة في عمان 15، نسبة الرطوبة رح تكون 95%. غدا نهارا رح تكون الأجواء صيفية معتدلة، رح تسجل درجات الحرارة نهارا في عمان 26، بالليل رح تنخفض ل 15 ورح تكون الأجواء باردة وضبابية. يوم الجمعة والسبت رح يطرأ ارتفاع درجات الحرارة ورح تستمر الأجواء صيفية، رح تسجل نهارين 29، بالليل رح تنخفض ل 17 درجة. رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. بداية رح نكون في المناطق الشمالية، هاي الليلة قربت 17، غدا 26، عجلون 16، غدا 24، جرش 17 وغدا 27، وأجواء معتدلة. المفرق 15، غدا 28، الزرقاء 16 وغدا 29، وأجواء صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار. مطار ملك علياء أجواء ضبابية هاي الليلة 13، غدا 29، السلط 17، غدا 26، مادبا 15 وغدا 27، وأجواء مشمسة. البحر الميت 25، غدا 33، الكرك 14 وأيضا الطفيلة 14 وغدا 25. معان 15 وغدا 31 وأجواء حارة نسبيا. العقبة 24 وغدا 36 وأجواء حارة في مدينة العقبة. رويشد هاي الليلة 16 وغدا 33. بالنسبة لملخص الطقس خلال الأيام القادمة، رح يكون طقس صيفي معتدل خلال ساعات النهار، ليالي مائلة للبرودة وضبابية، ورح يطرأ ارتفاع درجات الحرارة يوم الجمعة ويوم السبت. رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية. نهاية نشرة الطقس لليوم، شكرا لمتابعتكم، عودة لك لنا. شكرا جود.